هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الله الكريم، هو الله الرحيم، هو الله العظيم، هو الله الجبار، هو الله الرزاق، هو الله الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. حدث أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم قال: والله إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط. أطت السماء أي أثقلت، وإذا قيل أطت الدابة أي انحنى ظهرها من شدة الحمل. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع قدم إلا فيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى، ما من موضع قدم إلا وملك ساجد لله سبحانه وتعالى. والله لو تعلمون ما أعلم ما تلذذتم في النساء على الفرش، ولجأرتم إلى الصعدات تدعون الله سبحانه وتعالى. أطت السماء وحق لها أن تأط، ملك جبار عظيم، غني عن العالمين، فإذا كان له في كل موضع ملك يسجد له ويعبده سبحانه، فهل تظن أنه بحاجة لي ولك؟ هل تظن أنه بحاجة إلى إنسان ضعيف حقير في جسده؟ والله غني عن العالمين سبحانه وتعالى وجل في علاه. أطت السماء من الملائكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتكلم عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وورد في حديث آخر عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي إذا تحدث صدق صلوات ربي وسلامه عليه، أن لله ملائكة منذ أن خلقهم الله سجودا يعبدونه لم يرفعوا رؤوسهم. إن لله ملائكة منذ أن خلقهم الله سجودا لا يرفعون رؤوسهم إلا يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم قالوا بكلمة واحدة: ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ونجد أن إنسانا حقيرا يجتر بعبادته. الله عظيم ليس كمثله شيء. ولو نظرت إلى نفسك وتذكرت قول الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله خلق لك العبرة من نفسك، وجعل لك العبرة في خلقك، وجعل لك العظة من ضعفك. الإنسان ضعيف بنفسه، والأولى إذا رأى ضعفه أن يتعظ وأن يرجع إلى ربه، فإن الضعيف إذا شعر بضعفه رجع إلى القوي سبحانه وتعالى وجل في علاه. ولكن سبحان الله، قتل الإنسان ما أكثره، قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. رأيتها والله، ومع ذلك تتكبر على عبادة الله، ومع ذلك تتكبر على خلق الله. من أنت؟ وكم ستعمر؟ وكم ستعيش؟ إن كانت الدنيا باقية لأحد لبقيت لمحمد صلى الله عليه وسلم، ووالله ما بقيت ولن تبقى لأحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أحبتي، مع عظمة الله يظهر ضعف نفسك، والإنسان يعيش في هذه الدنيا برحلة يا بد لها أن يأتي لها من خاتمة، فما الذي ضمنته كي تضحك؟ وما الذي ضمنته كي تطمئن؟ وما الذي طمأنك كي تمضي في دنياك وكأنك لم تذنب قط؟ إذا رأينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجده يبكي صلى الله عليه وسلم، فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى.
وننظر إلى الصديق أبا بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن، وننظر إلى عمر ذلك الفاروق المبشر بالجنة، الله الله على عمر، ننظر إلى عمر الفاروق يوم أن طعن رضي الله عنه وأرضاه وأتي به إلى بيته فأشرب اللبن فخرج اللبن من جروحه وكانت رأسه على فخذ عبد الله بن عمر، نظر إلى ولده قال يا ابن عمر، قال لبيك يا أبتي، قال ضع رأسي على التراب، قال يا أبتي ما الفرق بين فخذي والتراب، قال ثكلتك أمك، ضع رأسي على التراب، ويل أم عمر إن لم يغفر له ربه، ويل أم عمر إن لم يغفر له ربه. جاءه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فقال أبشر يا أمير المؤمنين، فقال بماذا تبشرني يا ابن عباس، بماذا تبشرني يا ابن عباس، قال يا أمير المؤمنين أسلمت فكان إسلامك عزا، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت خير صاحب، ثم مات عنك رسول الله وهو عنك راض، وصحبت خليفته من بعده فكنت خير وزير الله، ثم مات عنك أبو بكر وهو عنك راض، ثم وليت المسلمين بخير ولاية وليت عليهم، ثم ختم لك بالشهادة، هنيئا لك يا عمر. ما اغتر عمر ولكن نظر إلى ابن عباس وقال والله إن المغرور من غررتموه يا ابن عباس، والله لوددت أن أكون فيها كفا، أن أخرج منها كفافا لا لي ولا علي، يا ليتني تبن أوكل ثم لا حساب ولا عقاب. هذا حال من بشر بالجنة، حال من بشر بالجنة يخاف، فما الذي طمأنني وطمأنك ونحن نعصي الله تحت سمعه وبصره، يرانا العظيم نعصيه ومع ذلك يرزقنا، يرانا العظيم قد اختفينا نعصيه ومع ذلك يسترنا، يرانا الجبار نعصيه بنعمه علينا ومع ذلك ينعم علينا بنعمه. ما الذي أخافهم وطمأنك أنت؟ وقد ورد في الأثر من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ومما دعاني إلى الخطبة هذه كلها أحبتي ذلك المنظر الجميل من حسن الخاتمة الذي رأيناه لمؤذن مؤذن غزة الحبيبة، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رجل عاش لله فمات لله، رجل عاش حياته لله فاختار له الله ميتة حسنة. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بعبده خيرا عسله، قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لفعل خير يختم له به عليه، يأتي فيفتح المسجد وينير الأنوار ويجلس فيقرأ من القرآن ما قرأ، ثم بدون مقدمات أو مرض فاضت الروح إلى الله، مات وهو يقرأ القرآن ليبعث يوم القيامة وهو يقرأ القرآن. وغيره يموت على لا إله إلا الله، وغيره يموت على الشهادة في سبيل الله مقبلا غير مدبر، وغيره يموت ساجدا لله وعلى النظام الآخر والمنظر الآخر، نسأل الله العفو والعافية. رأينا أناسا لم يموتوا إلا بعد أن كفروا، ورأينا أناسا شغلتهم التجارة، رجل صاحب مال جلس في نزاعه ثلاثة أيام، في الثلاثة أيام أحد أولاده صاحب سمت ودين، في الثلاثة أيام يقول له يا أبتي قل لا إله إلا الله، يقول يا بني لا تنسى المصنع الفلاني مسك فلان والبيت الفلاني مسك فلان، ولا تنسوا أخواتكم من الميراث وكذا وكذا، يا أبتي قل لا إله إلا الله، لا تنسوا علي دين لفلان خذوه، ولفلان علي دين فادفعوه، يا أبتي قل لا إله إلا الله. بعد ثلاثة أيام بكى الرجل قال يا أبتي ما الذي يبكيك؟ قال أسمعك منذ ثلاثة أيام تقول يا أبتي يا أبتي ولكنها لا تريد أن تخرج، لا تريد أن تخرج، إن لم تكن موجودة في القلب فمن أين تخرج؟ ما نعبئه في قلوبنا في حياتنا
قلبك وكأنه وعاء يتعبأ فيه ما تأخذه بجوارحك، ما تأخذه بلسانك وبعينك وبأذنك وبقدميك ينزل إلى قلبك، فإذا جاءت لحظة الموت اندلق فخرج ما فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إني أسمعك ولكني لا أستطيع، كلما أردت أن أقولها خرج مني كلام غيرها، ومات وهو يقول وصيتي لفلان ووصيتي لفلان. وآخر من يستغلون الناس يقولون له يا أبت قل لا إله إلا الله، ويقول عشر دنانير بأحد عشر، عشر دنانير بأحد عشر، عشر دنانير بأحد عشر، حتى مات عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن الآن في دار الدنيا التي يتمنى أهل القبور لحظة أن يرجعوا إليها ليعملوا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الآن قد رجعت فعل، الآن أنت موجود في دار الدنيا فاعمل ولا تؤجل، فلعلك لا تدرك لحظة تتوب فيها. أحبتي كلنا عائد إلى الله، ولو نظرنا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا وجيئا عجبا نختم به، ولعلنا نختم به في هذا اللقاء، ونسأل الله ألا أكون قد أطلت عليه. ننظر إلى بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاءته الوفاة فقالت زوجته يا ويلاه، قال لا تقولي كذلك بل قولي وافرحتاه، اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه. ولما جاءت الوفاة لعمر قال يا ليتني تبنة أوكل فلا حساب ولا عقاب. وكلنا يعلم أن مقام عمر عند رسول الله أعلى من مقام بلال، فما الذي اختلف؟ أتدرون ما الذي اختلف؟ اختلف أن بلالاً لم يلي أمراً من أمور المسلمين في حياته، فعندما قال اليوم ألقى الأحبة محمداً وصحبه كان يتكلم عن تبعات بلال وعن ذنوب بلال وما هي ذنوب بلال. ولكن عندما بكى عمر، عمر كان قد ولي الخلافة عشرة سنين وكان يخاف من مظالم الناس، فيقول لو عثرت دابة في العراق لسألني الله عنها لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر. خاف عمر لأنه سيسأل عن الناس، واطمأن بلال لأنه ليس في جعبته إلا ذنوبه، فإن الذي يقف بين يدي الله لا يشرك بالله شيئا وليس له من مظالم الناس على رأسه، هو بمحبوحة من رحمة الله. الله رحيم، الله غفور، الله كريم، إلا في اثنتين، في الشرك به سبحانه وتعالى وفي حقوق الناس، فإن الله من عدله لا يغفر ما كان في حق الناس إلا أن يصفحوا عنه. وفي هذا نقول رسالة إلى كل مسؤول، نقول بداية والله لا ننظر إلى المسؤول إلا نظرة المشفق على ما سيسأل عنه. اتق الله في نفسك، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي أمر عشرة من المسلمين فعسر عليهم اللهم فعسر عليه، ومن يسر عليهم اللهم فيسر عليه. كما تدين تدان، وكما تعيش تموت، وكما تموت تبعث، وكلنا واقفون بين يدي الله، وسنسأل عن الصغير وعن الكبير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتوفنا مسلمين وأنت راض عنا. اللهم فك قيد أسرانا، وعاف مبتلانا، واشف جرحانا، وارحم اللهم موتانا، وزكنا أنت خير من زكانا، أنت ولينا ومولانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. آمين آمين.